أولى، وزي ما بنقول أحسن بداية لينا نقدم الأستاذة الدكتورة والزميلة العالمة الحقيقة الدكتورة عفاف القراع، رئيس قسم طب الأطفال جامعة الأزهر بنات. هتكلمنا عن موضوع إن شاء الله الكل هيستفيد منه، Evaluation of Surfactant Therapy in RDS أو Respiratory Stress Syndrome. تفضلي يا دكتورة. شكرا شكرا تشير بيرسونز. الحقيقه الاول طبعا انا احب اشكر واهني وابارك للاستاذ الدكتور عبد الغفار والاستاذ الدكتور احمد اسماعيل، وشكرا على دعوتي، وان شاء الله يعني من المنظر كده ان هو بادي قوي باذن الله. الحقيقه هو مش ايفالويشن، هي مكتوبه غلط، هي ايفوليوشن اوف سيرفكتنت ثيرابي ان ار دي اس. الاوتلاين انا مش عارفه هو ده اللي شغال. الاوتلاين ده I will go through it ان شاء الله، اللي هو what is surfactant, the composition, the function, the types, the timing, the how to administer, the complications والindication. نيجي نشوف what is surfactant. surfactant زي ما احنا كلنا عارفين هو عبارة عن complex substance produced by pneumocyte type 2 من الالفيولاي. يبقى هي pneumocyte type 2 of the alveoli هو produce substance ده. دايما كنا نقول 25 اسبوع يبتدي يحصل البرودكشن اوف سيرفاكتنت. طيب هو معمول من ايه؟ هو الكومبوزيشن بتاعه 80% تقريبا معمول من فوسفوليبيد، 10% بس معمول من بروتين، و10% الثانيه معموله من كوليسترول. البروتين رغم انه 10% بس اللي هو معمول من اربعه بروتين A B C D، لازم اعرف انه البروتين الاربعه دول الA والC مهمين للاميولوجيكال فانكشن اوف ذا بالمونري نفسها، والB والD مهمين للاكتيفيشن اوف ذا فوسفوليبيد. عشان كده الاطفال اللي بيتولدوا من غير سيرفاكتنت بروتين B عندهم سيرفاكتنت مال فانكشن، ما بيشتغلش كويس، لان البروتين B ده مهم عشان الاكتيفيشن اوف ذا سيرفاكتنت itself. الفانكشن بتاعه ان هو برضه زي ما كلنا عارفين ان هو lower self extension of the alveoli، وبالتالي prevent الاتلكتاسيس of the alveoli، بيزود الكومبلاينس، بيزود الايريشن بتاعه اللنج as a whole. طب يعني ايه self extension؟ يعني ايه؟ خلينا نبص مع بعض على الصوره دي. هنلاقي ان الالفيولاي بتاع اي نيوبورن، خصوصا طبعا البريماتشور، البريماتور الفيولاي بتبقى لايند بفلويد، بيبقى فيها زي ميه بالظبط، زي ووتر. الووتر ده عباره عن مولكيولز جنب بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، المولكيولز اللي هي مترصصه جنب بعض، والمولكيولز دي بينها وبين بعض في فورسز اسمها كوهيسيف فورسز، يعني دي تشد دي، المولكيول ده تشد ده، المولكيولز اللي تحت السطح بيشدها لتحت. كل الشد او الفورسز اللي بتحصل سواء على السيرفس او من جوه الميه دي هو اللي بيعمل الاتلكتسيس اوف ذا الفيولاي، بتلاقي كلها اتكمشت لجوه. امال السيرفكتنت هيعمل ايه؟ هيجي اكنه بيكسر البونز دي، هي مش بيكسرها لكن هو بيدخل جوه البونز دي، فما بيبقاش فيه الكوهيشن او الكوهيسيف اللي بيحصل بين الفورسز دي، فعشان كده بيقلل السيرفيس تنشن وبيزود الكومبلاينس بتاع الالفيولاي. نيجي للتايبس اوف سيرفكتنت. هو اصله يعني بحس التايبس اوف سيرفكتنت في عندنا اللي احنا بنستخدمه اسمه اكسوجينس سيرفكتنت. الاكسوجينس سيرفكتنت في منه ناتشرال اللي هو متاخد من انيمال زي البوفاين زي البورك. البوفاين سموه بيراكتنت اللي هو السيرفانتا كلنا عارفينه، يبقى من البوفاين اسمه بيراكتنت الاسم العلمي بتاعه، وده السيرفانتا. وفي من البوكراين
اللي هو من البيجز اللي هي من الخنزير، وده اللي بيسموه بور اكتنت، يعني من البورك بور اكتنت، وده جاي من البيجز، وبالتالي دول شبه قوي بتاع البني ادمين، عشان كده بيسموه ناتشرال. ونفس الكومبوننت الفوسفوليبيد البروتين الكوليسترول كله موجود فيه، يبقى ده الناتشرال. لكن في كمان سينثيتك، لو انتوا يمكن انتوا صغيرين بقى عننا، السينثيتك كان في حاجه اسمها اكزوزيرف اول ما طلع خالص، كان عامل ضجه انه في سيرفكتنت اسمها اكسوزيرف، وابتدى يجي على المستشفيات. والاكسوزيرف ده مع الوقت كده حصل كومبليكيشنز كتيره جدا، وابتدى يتمنع من السوق. انتوا عارفين ليه؟ طلع ان الاكسوزيرف ده معمول من فوسفوليبيد، معمول من كوليسترول، ما فيهوش بروتين بي. اللي احنا قلنا ايه؟ قلنا ان البروتين بي مهم للاكتيفيشن اوف ذس فوسفوليبيد، فطبعا حصل مال فانكشن اوف ذس سيرفكتنت وما بقاش موجود دلوقتي في السوق. انما ابتدوا يطلعوا سينثيتك تاني، شالوا البروتين منه بس حطوا حاجات بيبتايد شبه قوي البروتين وسموها سلفاكسن، لكن ده مش موجود في مصر. يعني اللي موجود في مصر هو الناتشرال اللي احنا بنستخدمه، سواء كان سيرفانتا او كيوري سيرف. السيرفانتا في منه اسامي كتير، في حاجه اسمها الفيو سيرف مثلا هتلاقوه عندكم في المستشفيات، يعني معناه ان هم نفس التركيبه بس باسامي مختلفه. يبقى ده اللي احنا قلناه بالنسبه للتايب للتايبس اوف سيرفكتنت. طب ديجي ويتش از بيتر، يعني احنا لو جالنا مع الوقت، انتوا عارفين كل شويه احنا بنستورد حاجات، مع الوقت هيجي حاجات سينثيتك وممكن تبقى ارخص. هل الاحسن ان انا استعمل الناتشرال ولا الاحسن ان انا استعمل السينثيتك؟ الحقيقه من ابتدى الكلام من 2015 في الكوكرين، وابتدوا يقولوا انه السينثيتك احسن، قصدي الناتشرال احسن، معلش عشان في واحده جت قبل الثانيه، انه قالوا الناتشرال احسن من السينثيتك. ده بيقلل المورتاليتي، بيقلل الموربيديتي، بيقلل البرونكو بولمونري ديسبليزيا اللي هو ايه؟ الناتشرال اللي احنا بنستعمله. يبقى معناه انه لو جاء السينثيتك هيبقى برضو الناتشرال احسن من السينثيتك. امال ايه بقى حكايه الدوزز دي؟ الدوزز دي مهمه لحاجه عشان الديستريبيوشن بتاع، يعني حاجه براكتيكال. السيرفانت اللي احنا قلنا عليها اللي هي جايه من البوفاين ده 4 مللي بير كي جي، يعني ايكوال ل 100 مللي بير كي جي. الكيوري سيرف 2.5 مللي بس بير كي جي، يعني تقريبا نص الدوز 2.5 مللي بير كي جي في 200 مللي جرام بير كي جي. ده مهم. احنا ساعات او نقول ايه، نقول لا والله ده السنتر الفلاني بيستخدم سيرفانتا، السنتر الثاني بيستخدم كيوري سيرف، بس كيوري سيرف احسن. ايوه، لانه احنا اصلا الكونسنتريشن مختلف، يعني الاثنين ناتشرال، لكن واحد الكونسنتريشن في الأربعة ملي 100 ملي جرام، لكن الثاني الاثنين ونص ملي فيهم 200 ملي جرام. هل ده هيفرق معايا؟ تعالوا نشوف هيفرق ازاي. دي فاكتورز افكتنج الديستريبيوشن اوف سيرفانتا او السيرفكتنت. ايه الفاكتورز؟ ودي لها براكتيكال بوينتس مهمه جدا. يعني لو انه الجرافيتي بتاثر على الديستريبيوشن، الطفل لو كان البوزيشن بتاعه صباعي احسن من ان يكون على الجنب، كنا زمان بندي السيرفكتنت ونقعد نقلبه كده وكده، قالوا لا انتوا ادوه هو صباعي لان هو نازل بالجرافيتي احسن انه يبقى على الصباعي بوزيشن. دي اول حاجه. ولقوا تاني حاجه انه من الجرافيتي ده ان السيرفكتنت بتروح على اللارج اير واي، يعني بتروح على مثلا الالفيولاي المفتوحه، عشان كده الاطفال بنحب نحطهم اول ما يتولدوا اللي هم البريماتشور على سباب. ليه؟ عشان افتح الالفيولاي، لما يفتح الالفيولاي هيبقى الديستريبيوشن بعد كده لو انا اديت سيرفكتنت هيروح جري على الاكسباندد الفيولاي عن الاتاليكتيك وان. يبقى ده الجرافتي. نيجي للكونسنتريشن، لقوا ان الكونسنتريشن الاعلى احسن كتير، خصوصا لما ابتدي بيها الكونسنتريشن الاعلى احسن كتير من الكونسنتريشن الاوطى، بيبقى بيحسن الديستريبيوشن احسن. يبقى من غير كده يعني كلام، يبقى كيوري سيرف ولا السيرفانتا؟
الكيوري سيرف اللي هو 200 مللي جرام في 2.5 احسن بكتير من ال 4 مللي اللي هو 100 مللي جرام. يبقى الكونسنتريشن لقوه بيأثر على الديستريبيوشن. لقوا الريت اوف ادمنستريشن برضه بيأثر على الديستريبيوشن. الريت اوف ادمنستريشن ازاي؟ رابيد ادمنستريشن احسن كتير من سلو ادمنستريشن، عشان الاطفال اللي بيبقوا محطوطين او نيوبورن بيبقوا محطوطين على ميكانيكال فنتيليشن كتير قوي، بيبقى التيوب لو سايد واي عشان تدخل السيرفانت او السيرفاكتنت، اسف، عشان دخل السيرفاكتنت. فقال لك لا، ده الافضل ان انت تعمل ديسكونكشن من الميكانيكال فنتيليشن وتدي السيرفاكتنت بتاعك بسرعه، احسن لي من ان يكون لسه متركب على الميكانيكال فنتيليشن وبتديه على السايد واي او سايد تيوب اللي موجوده. ليه؟ عشان واحده هتبقى سلو، انما لما بتعمل ديسكونكشن وبتدي انت بتديه رابيد، يبقى كل ما تديه رابيد ده بيعمل ديستريبيوشن احسن. الفنتيلاتوري سيتنج لقوه برضه بيأثر، عشان كده لما بتدي السيرفانتا مش عارفه احكيها، لما بتدي السيرفاكتنت لازم يبقى وراها بريشر، لازم تدي وراها باجنج. باجنج يعني تعمل بي بي في او امبو او باجند ماسك، لازم تعمل بريشر عالي عشان البريشر ده هو اللي هيوزع السيرفاكتنت في الالفيولاي. فنخلي بالنا احنا لما بيبقى في فيلير للسيرفاكتنت لازم ابص هل انا مشيت كده صح ولا لا، ايه الحاجه اللي عندي ناقصه. الفلويد فوليوم ان ذا لانج، ودي مهمه قوي، ان الاطفال زي ما احنا قلنا البريماتشور بينزلوا الالفيولاي بتاعتهم تبقى فيها فلويد. الفلويد ده كل ما انا اديت السيرفاكتنت بدري قبل ما الفلويد ده يبقى ابزورب كل ما كان احسن. عشان كده نحب ندي السيرفاكتنت بدري جدا، في اول ساعه، في اول 15 دقيقه، في الاول خالص. ليه؟ لانه لما دي بدري يبقى لسه الفلويد موجوده في الالفيولاي، يبقى هيقبل الديستريبيوشن بتاعها احسن، غير لما اديها متاخر. لما اديها متاخر ممكن تجيب نتيجه، بس مش زي ان انا اديها بدري ولسه الالفيولاي فيها الفلويد بتاعتها. ودي كلها البراكتيكال بوينتس اللي انا تقريبا قلتها. كل ده ناقص حاجه بس في البراكتيكال بوينت مهمه، ان لما تدي السيرفاكتنت بتاعك ما تشفطش، ما تشفطش بعد ما تدي السيرفاكتنت بساعتين، تقعد ساعتين ما تشفطش بعد ما تدي السيرفاكتنت. الله، امال هعمل ايه؟ افرض حصل بلوكينج، افرض الطفل عايز انت تغير له التيوب او حصل بلوك للتيوب، هتعمل ايه؟ هنا هتضطر انك تشفط، صح؟ لكن غالبا تعرف انه هيبقى في ريدوزنج، غالبا هتدي ريدوزنج بعد كده، غالبا. خلاص، طيب الانديكيشن اوف سيرفاكتنت خلاص كلنا عارفين ان هو بيتاخد في الار دي اس اللي هو الهايلاين ممبرين ديزيز، او ان الطفل نازل ب inherited deficiency of the protein اللي احنا قلنا عليه بروتين بي، يعني inherited deficiency of the surfactant itself، او انه ساعات يحصل secondary dysfunction في ال surfactant. يعني الطفل نازل بسيرفاكتنت كويس لكن حصل له secondary deficiency او secondary inhibition، نتيجه ايه؟ لو في blood في الالفيولاي هيعمل inhibition للسيرفاكتنت، لو في سيتوكاينز وانفلاماتوري سيلز هتعمل انهبيشن للسيرفاكتنت، لو في ميكونيوم هيعمل انهبيشن للسيرفاكتنت. عشان كده في انهبيشن للسيرفاكتنت في الميكونيوم اسبيريشن، في البولمونري هيموريج، وفي النمونيا او السبسس. في اذر انديكيشنز ما اعرفش اذا كانوا حد استعملوها، يعني بتهيألي دي في التشيلدرن او في الادلت اللي هم الاطفال اللي بيدخلوا في اي ار دي اس بعد الاوبريشن، او الاطفال اللي عندهم ريسبيرتوري سينسيتيال فيروس، لانه بيعمل انديوس انه يحصل سيرفاكتنت انهبيشن. دي انا حاجه حبيت اقولها بس من ضمن الانديكيشن، لكن الحقيقه احنا لا شفناها ولا سمعنا حد بيديها. نيجي بقى للادمنستريشن اوف سيرفاكتنت. عشان اعرف التايمنج بتاع السيرفاكتنت اديه امتى، لازم نوحد المفاهيم عندنا، لانه في جايد لاينز او كانت زمان بتقول لك بروفيلاكتيك
وبعدين طلع جايد لاين في 2019 قال لك ريسكيو. طب ايه الفرق بين بروفيلاكتيك وريسكيو؟ وايه المعنى ده والمعنى ده؟ بروفيلاكتيك يعني معناه ان انا بدي السيرفكتنت قبل ما الطفل يجي له ار دي اس، مجرد ان انا شكه كل الاطفال مثلا لا اقل من 30 اسبوع عمياني كده انا هديهم سيرفكتنت، ده اسمه ايه؟ بروفيلاكتيك. خلاص؟ اللي اسمه ريسكيو، ساعات بيسموها ريسكيو او ثيرابيوتيك، ساعات يسموا كده او كده. الريسكيو او الثيرابيوتيك معناه انه استابليش ار دي اس، ما اديش السيرفكتنت الا في الحالات الاستابليش ار دي اس. خلاص؟ يبقى ده الفرق بين بروفيلاكتيك والريسكيو. ده بروفيلاكتيك والريسكيو اهو. والريسكيو ابتدى يقول لك الريسكيو اللي هو قلنا مع الاستابليش ار دي اس، كل ما كان ايرلي كل ما كان احسن. كلمه ايرلي ريسكيو يعني خلال الساعتين الاولانيين اللي انا متاكده ان لسه في فلويد في الالفيولاي. بعد الساعتين ده اسمها ليت ريسكيو. طيب ما ندهوش يعني؟ لا طبعا، افرض الطفل اوت بورن وجاي من بره اديله وخلاص، هو ليت ريسكيو، بس اعرف ان هو مش هيبقى افكتيف زي الايرلي ريسكيو. ادي الفرق في التايمينج. طيب هل الايرلي احسن؟ هل الايرلي احسن؟ طبعا احنا قلنا احسن عشان لسه في فلويد، وعشان لسه الالفيولاي بتبقى في حاجات مفتحه وحاجات اتلكتك. لو احنا سبناها شويه من غير ما ندي هتلاقي، ومن غير سباب هتلاقي كله عمال ايه؟ يقفل يقفل زي الورد كده، ما يقفل يقفل يقفل. فانا بلحقه قبل ما كله يحصل اما كله يحصل expansion of this atelectasis. يبقى الانديكيشن اوف ريسكيو امتى انا حدي الريسكيو؟ احنا قلنا مع الاستابليش ار دي اس. احنا كل الاطفال اللي هم اقل من 30 اسبوع انا والطفل بينهج او نازل وانا عارفه ان هو عنده ار دي اس انا حاطه على سباب، صح؟ ده كلنا خلاص عارفينها انها السباب مفقود في الدليفري روم وان انا بحط سباب على طول. امال امتى حدي الريسكيو؟ لو لقيت ان الطفل ده انا كنت حاطاه على 30% اكسجين سباب 30%، لقيت عمال ازود لحد اكتر من 40%، كده خلاص انا لازم ادي سيرفكتنت. او الطفل عمال ينهج مش راضي يستجيب للسباب والتكبني عنده زايده، يبقى معناه انه في مشكله عندي في الطفل ده ما استجابش للسباب ده، يبقى هديله ار دي اس. او اذا كان عنده راديولوجيكال فايندنج يعني لقيت ابتديت عملت له اكس راي ولقيت خلاص البرونكوجرام والشكل بتاع الار دي اس هو ده اللي حد فيه الريسكيو عشان استابليش ار دي اس. دايما نخليها في بالنا، فسواء كانت كلينيكال او كانت بالبلاد جاز او كان بالاكس راي، انا كده حدي الريسكيو. امال البروفيلاكتيك خلاص مش هديه؟ الدبليو اتش او جه قال لك ادام الامهات بتاخد انتي نيتال استيرويد وفي سباب عندك على طول هتحط سباب، انت مش محتاج بروفيلاكتيك. خلاص؟ طلع جايد لاين تاني قال لك لا، انت في البلاد الفقيره لا انت محتاج، يعني مش معقول كده. افرض الام ما خدتش انتي نيتال استيرويد، يبقى الطفل اللي هينزل اقل من 30 اقل من 30 اسبوع والام ما خدتش انتي سترويد، ده اديله عمياني، ما تستناش لما يدخل في ار دي اس، ما تستناش اما يدخل في نهجان، ما تستناش اما بلاد جاز بتاعك تبوظ. خلاص؟ يبقى الطفل اقل من 30 اسبوع الام ما خدتش انتي نيتال سترويد، ادي بروفيلاكتيك على طول يعني عمياني. خلاص؟ ده انديكيشن. الانديكيشن الثاني قال لك اي طفل وانت بتعمل له بريماتيور بتعمل له ريسستيشن احتجت ان انت تحط تيوب، بالمره ادي سيرفكتنت. يبقى اي طفل محتاج انتيوبيشن ادي سيرفكتنت، ما تستناش. خلاص؟ ثالث حاجه قال لك لو الطفل ده اقل من 26 اسبوع ده عمياني، ده ما تستناش بقى حاجه، لان ده اصلا احنا لسه قلنا سيرفكتنت بيطلع 25 اسبوع، ايه 26 اسبوع ده؟ لا ده ادي البروفيلاكتيك. يبقى احنا عرفنا امتى ريسكيو وامتى البروفيلاكتيك، ثلاثه انديكيشن بس للبروفيلاكتيك. وهنا كانت الريكومنديشن الاولانيه اللي قال لك ادام بيتر تو ستارت سباب سبورت في الدليفري روم اف بوسيبل اند ادمنستر سيرفكتنت اونلي تو ذا انفانت وذ ساين اوف ار دي اس اللي هو الريسكيو، وده دبليو اتش او هو اللي قال الكلام ده.
واحنا قلنا البروفيلاكتيك مش هيتاخد الا في ثلاث حالات بس اللي احنا قلناها دلوقتي. وقال كمان بروفيلاكتيك سيرفاكتنت تريتمنت هاز نو ادفانتج اوفر ايرلي سباب اند ريسكيو سيرفاكتنت، يعني عايز يقول ما تديش البروفيلاكتيك، لكن خلاص جايد لاين ثانيه طلعت وحددت لنا الثلاثه فبقت الحكايه سهله خالص علينا. ولقوا انه الايرلي ريسكيو مهم عن الليت ريسكيو لانه بيقلل الانترا فنتريكولار هيموريج. تخيلوا يعني الايرلي ريسكيو مش بس ان هو حسن اللنج، ده كمان قلل الانترا فنتريكولار هيموريج لان حسن لي البولمونري فلو وحسن لي البلاد فلو فبيقلل لي من الانترا فنتريكولار هيموريج. والجايد لاين بتاع الكنديان وده طلع 2021 وابتدى يتكلم على كاتوف للاف اي او 2 امتى اقول ان الطفل ده على سباب، لكن ابتدى انا عايزه احوله على ميكانيكال فنتيليشن او علشان ادي ريسكيو ان الاف اي او 2 عندك عمال يزيد. فلقينا ان اليوروبيان 2019 قال لك لما الاكسجين اعلى من 30% الطفل محطوط سباب، اول ما الاقي الاكسجين بتاعه احتاج الطفل ان انا ازوده لاكثر من 30% ادي سيرفاكتنت ده هو الريسك. ناس ثانيه قال لك لا استنى لحد 40%، خلاص طلعت الكندية قال لك استنى لحد 45 يعني في المية. فعشان نمسك في النص يبقى اكثر من 40% انت محتاج ريسكيو سيرفاكتنت. خلاص هنا انا اي ثينك ان احنا فوتنا حاجه، بس حاجه مش عارفه في حاجه فاتت معلش. طيب يعني مش لاقيها بس انا ممكن هنا احنا بندي مثال طفل اتولد اقل من 30 اسبوع وعنده ريسبيراتوري ديستريس. اول حاجه هتعملها هتعمل ايه؟ هتاخد الطفل ده هتحطه على سباب، مش هتدي له حاجه، هتحطه والام طبعا واخده انتي ناتال استرويد، هتحطه على سباب وهتحطه على سباب البيب ما سمعش حد، معلش دايما يقول احط على بيب اربعه خمسه بنبقى خايفين، لا حط على بيب عالي هو محتاج بريشر عالي اللي هو الانفليشن بتاعه لازم يبقى عالي، ممكن سته ممكن سبعه ممكن توصل لثمانيه. خلاص طيب يبقى ده اول حاجه، وتحط الاف اي او 2 بتاعك على كام؟ هتظبطه على 30%. يبقى تاني الطفل اتولد 30 اسبوع عنده ريسبيرد ستريس هحطه سباب، هظبط البيب من 6 ل 7 وممكن ل 8 لو كان الطفل اكبر شويه اكتر من 30 اسبوع، وهحط الاكسجين بتاعه على 30. خلاص وبعدين لقيت الطفل ده وانا بمر عليه بعد كده احتاج الاف اي او 2 يزيد، ابتدى الواد ينهج، ابتدى البلاد جاز بتاعته تسوق، هروح انا مزوده الاكسجين، زودت الاكسجين اكتر من 40% خلاص هنا هحتاج ايه؟ سيرفاكتنت. خلاص زودت 40% هحتاج سيرفاكتنت على طول، يبقى ده انديكيشن ان الطفل ده محتاج سيرفاكتنت، يبقى هنا هبتدي ادي الايرلي ريسكيو سيرفاكتنت. خلاص لو الطفل ده فضل اقل من 40% يبقى هو ده كويس خالص، هقعد واعمل له ويننج شويه بشويه ومفيش مشكله. يبقى عندك الحد الفاصل الاف اي او 2 عمال يزيد معاك. طيب هل انا هعمل ريدوزنج؟ هل هعمل ريدوزنج؟ هنشوف دلوقتي. معلش هو ده بس سخيف شويه، في حاجه هنا غلط مش يا اما انا اللي غلط مش عارفه. لا انا برجع لورا بس هو بطيء شويه. المهم هل في ريدوزنج ولا لا عشان بس ما اضيعش الوقت في البتاع، في ريدوزنج ولا لا؟ ايوه في ريدوزنج، ممكن تدي ريدوزنج لو انت افترض اديت الدوز الاولانيه خلاص والطفل بعد نص ساعه لساعه، يعني ادي مساحه ساعه، لقيت ان الاكسجين بتاعك لا لسه فوق ال 40% والطفل بستريس قدامك، الطفل ابتدى يدخل في ابنيه، الطفل عملت له اكس راي لقيت الار دي اس زي ما هي،
كل ده يديك سماح في انك تدي له دوزنج تاني. يبقى هديله امتى؟ ممكن اديله من ساعتين لاربع ساعات ادي الري دوزنج. هدي كام مره ري دوزنج؟ مرتين لحد ثلاث مرات ممكن تعمل ري دوزنج. خلاص؟ يبقى انا زي ما شرحت لكم اللي هو الفلو شارت الاولاني. لقيت الطفل لا محتاج الاكسجين لسه مش عارفه اعمل وين، الاكسجين لسه عالي، لسه محتاج اكتر، الطفل ابتدى يدخل في ريبيتد ابنيا، الطفل لسه في اسيدوزس. هنا حد ريدوزنج ممكن مره والثانيه كمان، يعني ثلاث مرات. طيب ايه الديفرنت ميثود ان انا ادي بيها السيرفاكتن؟ ادي سير يا اما انتينيتال يا اما بوستنيتال. وهنمشي بس بسرعه. الانتينيتال وده مش شغلتي، ده شغل الدكتور النسا. انتينيتال ان هم بيدوا انترا اميوتيك سيرفاكتن. بعد ما يحصل رابشر اوف ذا ميمبرين، يعني بيحصل رابشر اوف ذا ميمبرين، الدكتور النسا ممكن يدخل فيتوسكوب ويدي السيرفاكتن في الماوث، طبعا بالسونار، يدي السيرفاكتن في الماوث بتاع البيبي. يبقى ده انترا اميوتيك. وفي الفارنجيال، الفارنجيال الطفل وهو بيتولد قبل ما الشولدر تنزل، يعني الراس نزل قبل ما الشولدر تنزل، يعني لسه في كومبريشن اوف ذا شيست، ممكن الدكتور يدي فارنجيال سيرفاكتن. خلاص؟ وبالتالي اول ما الطفل يتولد ويحصل اكسبانشن اوف ذا شيست هيبتدي ياخد كل السيرفاكتن دي، فيمشي بالسيركوليشن العاديه خالص. لقوا ان الفارنجيال دي، لقوا الحقيقه الكوكرين اخر مره كان كاتب عليها في 2017 انها هايله وانها جابت نتائج كويسه جدا وانها سهله، لان الراس بتنزل والدكتور على طول بيدخل. ده اللي هو الانتي نيتال. امال البوست نيتال ايه؟ الانشور تكنيك، اظن كلكم عارفين الانشور تكنيك، ان الطفل ده اول ما اتولد احنا قلنا اقل من 30 اسبوع ده هيتحط على سباب. خلاص؟ الطفل ده احتاج اكسجين اعلى، ابتدينا قلنا لا ده هياخد السيرفاكتنت بتاعه. عملوا ايه بقى؟ عملوا ان هو انشور يعني انتيوبيت، شال السباب، عملوا انتيوبيشن، وبعدين ادوا السيرفاكتنت. يبقى انتيوبيشن سيرفاكتنت اكسيوبيشن، عشان كده سموها ايه؟ انشور انتيوبيشن. ادوا السيرفاكتنت اكسيوبيشن وكملوا على السباب. خلاص؟ يبقى ده اسمه الانشور. الحقيقه رغم انها عمليه سهله جدا الا ان هم عايزين يبعدوا على الاندوتراكيال تيوب بقدر الامكان، عايزين يبعدوا عن الاندوتراكيال تيوب لانه لها مشاكل كثيره جدا. فاخترعوا حاجه اسمها الليس انفيزيف تكنيك، اللي هو الليس انفيزيف سيرفاكتنت ادمنستريشن. وهنا بيدخلوا فيدنج تيوب، الفيدنج تيوب 4 ل 5، بيدخلوا بتشوف باللارنجوسكوب وتروح مدخل الثين كاتيتر ده تقريبا سنتي ونص 2 سنتي حسب حجم الطفل، وهم بيعملوا لها دلوقتي شارت، بيحطوا الكاتيتر ده ويروحوا حاطين فيها السيرفاكتنت ويشيلوه وايل هو لسه على سباب. يبقى على سباب بس بيتحط له اللارنجوسكوب ويتحط الفيدنج تيوب، يبقى ده اسمها الليزا. وفي حاجه ثانيه اسمها الميست، اللي هو المينيمال انفيزيف سيرفاكتنت، شبهها بالظبط بس بيستعملوا فاسكولار كاتيتر، ما بيستعملوش فيدنج تيوب، يعني شبهها جدا يعني. بعد كده ابتدوا يستخدموا اللارنجال ماسك. اللارنجال ماسك ما اعرفش كلكم عارفينه ولا لا. اللارنجال ماسك ابتدينا نستخدمه في الريسستيشن، بيبقى شبه المعلقه كده، بيدخل بيتركب بطريقه معينه وبيتاخد فيه السيرفاكتنت، ودي بيسموها صلصه، عشان لو انتوا يعني بتقروا كتير سيرفاكتنت ادمنستريشن ثرو لارنجال سوبرا جلوتيك ايروي. وبعدين اخر حاجه ابتدوا يخترعوا الايروسولايزد، هل هو موجود؟ ايوه موجود. وابتدوا يعملوا له سباب معين، سباب معين بحيث ان السباب ده له كونتينر، الكونتينر ده يتحط فيه السيرفاكتنت، وطول ما الطفل عمال يشم هو بيحصل له نيبولايزنج بالسيرفاكتنت دي. وطبعا دي من احدث الحاجات بس المهم انها يعني تتطبق عندنا.
هل في بور ريسبونس للسيرفكتانت؟ هل ممكن ادي السيرفكتانت ويبقى في بور ريسبونس؟ ايوه، لو كان عنده كونجنتال قلنا بروتين بي ممكن يبقى عنده بور ريسبونس للسيرفكتانت. لو الطفل ده السبسيس والنمونيا بولمونر هايبوبليزيا في كونجنتال انوميليز طبعا مش هيبقى في ريسبونس. او اذا كان الطفل ده عنده ديستريس نتيجه هارت ديزيز مش نتيجه لانج ديزيز. الاكس راي خلاص بالتالي كلنا عارفينها. انا هنا بس بدقق على اهميه اللانج سونار، اهميه اللانج سونار. انا عارفه ان هو لسه احنا كلنا مش واخدين على اللانج سونار، لكن اللانج سونار هيقلل لك كتير من الراديشن للطفل. بعد كده انتوا هتبتدوا تتعودوا على شكل السونار، يعني من السونار ده انا اشوف على طول انه في انترستيشال فلويد. انا طبعا مش هشرحها، لكن هو انترستيشال فلويد في حتت فيها كولابس، مجرد النظر فيها خلاص انا بقيت عارفه ايه يعني ايه برونكو بولمونري اير برونكو جرام، يعني ايه انترستيشال فلويد، يعني ايه كل ده من غير ما تحتاج ان انت تعمل راديولوجي. Other uses of surfactant بيستعمل في الميكونيا، بيستعمل في النمونيا، بيستعمل في البولموناري هيموريج. لكن اخر كلام في كوكرين عن البولموناري هيموريج قال لك ما فيش اي ايفيدنس ان السرفكتنت بيحسن البولموناري هيموريج، فده كان اخر كلام له. كان زمان بيقولوا ان في انه ممكن في الدايفراجماتيك هيرنيا، لكن برضو ما فيش ايفيدنس تقول ان انا استخدم السيرفكتانت في الدايفراجماتيك هيرنيا. بالنسبه للكومبليكيشنز، الكومبليكيشن يا اما بتيجي من البروسيجر نفسها، يعني وانا بدي السيرفكتانت ممكن الطفل يدخل في ابنيا، ممكن الطفل يدخل في تاكي كارديا او برادي كارديا، وانا بدي السيرفكتانت ممكن السيرفكتانت تدخل على وان لانج ولانج لا، لان انا حطيت التيوب غلط او حطيت الكاتيتر غلط، ممكن يحصل بلاد يعني تقفل في تقفل التيوب، ممكن يحصل ريفلكس خصوصا مع الكاتيتر بقى والفيدنج تيوب الحاجات الجديده اللي انا قلت عليها، وهم بيدوا لو ما ادوش بعنايه قوي ممكن يحصل ريفلكس من السيرفكتان. كل دي من الكومبليكيشن ممكن تحصل. طبعا الكومبليكيشن المهمه برضو اللي هو الفسيولوجيكال بقى، لان انت بتدي السيرفكتانت لو انت ما غيرتش، لو كان الطفل ده على انتوبيشن واديت السيرفكتانت وابتدى الكومبلاينس يتحسن، لازم توطي على طول البي اي بي بتاعك وتبتدي تغير في البريشر بتاعك. لو ما غيرتش الطفل ده ممكن يدخل في اير ليك. بعد كده لازم اعمل اسسمنت للاوتكم، يعني بعد ما ادي سيرفكت ما اسيبش الطفل وامشي، يعني لازم اشوف الطفل اتحسن سواء وركنج او بريث او الاف اي او 2 او ريدكشن فنتيلاتور سبورت او البلاد جاز اخبارها ايه، الشيست راديوجرافي اخباره ايه، كل ده لازم اشوفه. بعد كده مونيتور للطفل ده بالشيست موفمنت بالراديوجرافي او بالسونار، بالاي تي تي موجوده في مكانها ولا لا، بالميكانكس، بالاكسجين ساتوريشن والبالس اوكسيد متر. والريكومنديشن دي تقريبا هي تجميع لكل اللي انا قلته في المحاضره النهارده. شكرا. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور عفاف، محاضره جميله جدا. ركزي معايا يا دكتور عفاف، المحاضره دي انا عايزها ليه بقى؟ لان انا المسؤول عن الدعم الفني للحضانات الجمعيه الشرعيه، تمام؟ عندنا 27 حضانه. لا استاذ دكتور عفاف، ايوه، لان دي مهمه جدا 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 لكل دكاتره الحضانه. لو ما عرفش الكلام ده ما اشتغلش نيونيت صراحه، واللي برضه اللي مش بيشتغل نيونيت ما يعرفش ريتينوباسي وبريماتوريتي ما ينفعش. ليه بقى؟ عشان الدكاتره اللي اتسجنوا في الاخر. فانا هقدم دلوقتي الاستاذه نهال شقنكيري، استاذه امراض العيون بجامعه الاسكندريه، وانا طلبت منها الموضوع دوت وهي وعدتني بيه، موضوع ريتينوباسي اوبريماتوريتي ايه؟ مؤتمر الجمعيه الشرعيه يؤجل عشان الكورونا، ان شاء الله السنه الجايه هنعمله باذن الله. الاستاذه الدكتوره نهال شقنكيري، استاذه امراض العيون بجامعه الاسكندريه، ريتينوباسي وبريماتوريتي، يعني موضوعات اثنين مهمين جدا لكل دكاتره اللي بتشتغل في الحضانات. اتفضلي حضرتك يا دكتور نهال.